ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم بمملكة البحرين بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي. وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة في مستهل الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقام في بلدكم الثاني مملكة البحرين. هذا الاجتماع الذي جاء ثمرة تضافر الجهود ونتيجة التعاون المستمر من أجل تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الحكومة الإلكترونية، بما يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاه. ويطيب لي في هذا المقام الإشادة بإنجازات وجهود لجنتكم الموقرة واللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون، وحرصه على رفع توصياتها ومبادراتها القيمة إلى لجنتكم الوزارية الموقرة، التي ساهمت في إطلاق استراتيجية الحكومة الإلكترونية الخليجية بشكلها المتكامل. وعلى ضوء ذلك تم حتى اليوم تنفيذ 7 مبادرات مكنتنا من الانطلاق نحو برامج الحكومة الإلكترونية الخليجية في إطار مساعينا لتطوير المشاريع الإلكترونية المشتركة وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني دول مجلس التعاون عبر مختلف المبادرات المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك، بما يثري تبادل الخبرات على نحو إيجابي يدفع مسيرة العمل الخليجي نحو الأفضل بإذن الله، تحقيقاً للتطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم على الوجه الأكمل. أصحاب المعالي والسعادة، على الرغم من تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة والتي مثلت أولوية للمسارات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، فإنه لا يخفى عليكم ما تتعرض له منظومتنا الخليجية من هجمات إلكترونية بشكل مستمر، وهذا ما يدعونا لتطوير أنظمتنا الإلكترونية لمواجهة تلك التحديات المتعلقة بالأمن الإلكتروني، وبذل المزيد من الجهود من خلال التنسيق المستمر ما بين دول الخليج على مختلف الأصعدة وحماية أمن المعلومات. واليوم نلمس من خلال اجتماعنا نتائج ما أسفرت عنه تلك الجهود من خلال اعتماد استراتيجية السلامة والأمن الإلكتروني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع تأكيدنا على ضرورة استمرار التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الأمنية الأخرى للتصدي للجرائم الإلكترونية، سيما وإنها أصبحت صناعة عالمية مستمرة في التصاعد. وفي الختام يطيب لي مجددا أن أرحب بكم في مملكة البحرين، متمنيا لكم طيب الإقامة، سائلا الله عز وجل أن يتوج جهودنا بالتوفيق وأن يسدد خطانا إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد ألقى سعادة السيد خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي كلمة الأمين العام للمجلس، أكد فيها أن اللجنة الوزارية والتي تم إنشاؤها قبل 5 سنوات حققت إنجازات متميزة في مجال الحكومة الإلكترونية، تأكيدا على أهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية والإيمان القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود
بوجود حكومة إلكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية. وأعرب عن تطلعه إلى توجيه اللجنة للبدء في بعض الخدمات الإلكترونية المشتركة التي يمكن تنفيذها من قبل جهات الحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء، وذلك لأهميتها وإمكانية تنفيذها في هذه المرحلة، بالإضافة لملامستها لشريحة كبيرة من مواطني دول المجلس. وقد تفضل أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية بتدشين نظام عناوين الإنترنت المشبوهة، والذي يمكن مراكز الاستجابة لطوارئ الحسابات بدول المجلس من مراقبة وتتبع هذه العناوين، وذلك للوقاية من التهديدات التي قد تسببها. وخلال الاجتماع استعرض أعضاء اللجنة الوزارية عددا من الموضوعات التي من شأنها تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الحكومة الإلكترونية.